اللهم صل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أعز الخلق وأشرف المرسلين، أبي الزهراء محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري، عجل الله تعالى فرجه الشريف، وجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام على عيون الغائرات، السلام على الشفاه الذابلات، السلام على نسوة المسبيات، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب ببار بارون ببار برد لم گریه کن خون ببار، شب عاشورا چون زلف یار، به یاد ساقی بی قرار بار. یا حسین حسین بویه، یا حسین حسین بویه، هاي ليلة العاشر بعد ما عدنا هذا النداء من بنيات الحسين، بعد هذه النداء الأخير لوالدهن الحسين. يا حسين حسين بويا، يا حسين حسين بويا، يا حسين حسين بويا، من طاح أبو اليمة وهجموا على خيامه، زينب
زينب لفات يمه والحرم وسكينة، شي يقولن يا حسين حسين بويا، يا حسين حسين بويا، يا حسين حسين، يا حسين حسين، صار على داره يجلب بيك تاره، والدمع يتجاره ونن على ونينه، يا حسين حسين بويا، يا حسين حسين، يا حسين حسين بويا، يا حسين حسين بويا، طاحت علي وحدة وتقلب جريح كبدي، وحدة تشيم خدة، وحدة تحب عينه، وحدة تشيم ناحرة وتجري الدمع عبره، وحدة تجي صضيلعه شافت مهشمينه، يا حسين حسين بويا، يا حسين حسين، يا حسين حسين بويا، وحدة تظل الله والمدمع تهيله، وتنتحب وتقله العدوان جالينا، يا حسين حسين بويا، يا حسين حسين بويا، يا حسين حسين بويا، يا حسين حسين بويا، وحدة وين ويتنوح تقلب دمع مسفوح، وحدة وين ويتنوح تقلب دمع مسفوح، لا وين قلي نروح عقبك يا والينا، يا حسين حسين بويا، يا حسين حسين بويا، يا حسين حسين بويا، أولي أنا تقربت لي، تقربت لي، وشفت الولي متوسد يدي، ولقيت 1900 جرح بي، يا جرح شوفا يا جرح ضمدا يا جرح خلي، قالها يا زينب يا زينب، الجرح بعضاي عوفي عوفي، بس جرح اللي بقلبي عينك عليا، بس جرح اللي بقلبي عينك عليا، إنا لله
وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عطروا مجالسكم ونوروا قلوبكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد هذه ليلة عاشوراء هذه الليلة يجب أن نسأل أسئلة مهمة ونسأل ضمائرنا ونسأل ما يجول في خلدنا كل واحد منا عليه أن يسأل هذا السؤال من أنا؟ من أين أتيت؟ وماذا أعمل في هذه الدنيا؟ وإلى أين أذهب؟ رحم الله من عرف من أين في أين إلى أين بالنتيجة قبل 100 عام ما حد منا كان في هذه الدنيا صحيح ولا لا أين كنا وماذا نعمل هنا وإلى أين نذهب بعد هذه الحياة التي بالنتيجة كل واحد هذا اللي اسمه طبيب وذاك اللي اسمه مهندس وذاك اللي اسمه كذا حسب حاجات الناس أخذنا بعض المسميات ثم نعيش أياما في هذه الدنيا وننتقل إلى أين ننتقل وهناك هل هذا الاسم اللي مسميني إياه هل راح يكون نفس الاسم في عالم البرزخ أكو ناس أساميهم تتغير والعياذ بالله أسامي بعض الناس حسب أعماله على كل حال هذه أسئلة مهمة من أنا؟ أنا الإنسان الذي نفخ الله في من روحه ونفخت فيه من روحي معناته إذا كان هذا البعد هو المهم اللي هو البعد الروحاني الإلهي إحنا لازم أن نفهم أننا من المخلوقات أو أنه نحن المخلوق الأعظم لله تبارك وتعالى صحيح؟ لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى؟ أصلاً لماذا خلق الله الخلق؟ العلماء يقولون لكي يرحمهم رحمة الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء بالنسبة لكل شيء السماوات الأراضين العالم هذا الكبير أصله كان من دخان السماء هذا من دخان لكن أصل الإنسان ونفخت فيه من روحي أنت لما خلق الله تبارك وتعالى خلق الخلق ما قال تبارك الله أحسن الخالقين لما خلق هذا الإنسان قال تبارك الله أحسن الخالقين الآن هذه الروح جاءت في قالب هذا الجسم الروح يجب أن تتكامل وتتطور لكن تحتاج إلى عين حتى تقرأ آيات الله تحتاج إلى أذن حتى تستمع إلى المواعظ الحسنة تحتاج إلى يد تقلب صفحات القرآن أو صفحات العلم النافع وهذه الروح تتطور وتتطور وإلا خلقنا الله لا نعلم شيئا بمرور الزمان وبواسطة هذه الأدوات اللي هو هذا الجهاز هذا الجسد اللي أنا هذه الروح اللي يتحرك هذا الجسد من طريقه وهناك حرية الانتخاب والاختيار تقدر تذهب إلى هنا وتذهب إلى هنا تستمع إلى محرم أو تستمع إلى كلمة موعظة حسنة تنظر أمرا حلال وتنظر شيء يطور من روحك أو لا هذا كله بيدك أنت أنت من إنسان مختار ولذلك تبارك الله أحسن الخالقين وإلا غير مخلوق من مخلوقات الله هذه حالة التمرد ترى هذا ما موجود إلا في الإنسان إذن من نحن
هذا السؤال الأول المهم، لماذا خلقنا الله؟ خلقنا ليرحمنا. زين، رحمة الله تبارك وتعالى، قال إذا الله سبحانه وتعالى أراد أن يرحمنا وخلق هذا الخلق كله لأجلي، لأجل الإنسان يعني، ألم تروا أن الله خلق السماوات والأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وبالغة؟ يعني كل شيء إلك أيها الإنسان، لكن أنت واصطنعتك لنفسي. مجرد ما أنت تذهب من هذه الدنيا، هذه دار الدنيا، هذا الشمس، أنت كنت ضيف عندي، جبتك أيام هنا، شايفين الضيف لما يذهب إلى بيتي أحد الأشخاص زين يفتح للضوء، مو هالشكل، ينير دربه، مو الله تعالى يقول أنا جعلت الشمس حتى تنير دربك أيها المكرم أيها الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم. يوم اللي تطلع من هاي الدنيا إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت بعد ما لها أي قيمة، أنت كنت الملاك، الكل يدور حولك أنت الإنسان. لذلك الإمام علي عليه السلام يقول أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ بس أنت ما قاعد تشوف، ألم تروا؟ إذا تشوف تفهم قدر نفسك. الله تعالى برحمته خلقني، أعطاني هاي الفرصة حتى أكون إلهيا زين. لكن الكلمة المهمة هنا، يا ربي هاي الرحمة اللي أنت، أنت الرحيم، أنت الذي سبقت رحمتك غضبك، مو هالشكل؟ وطبعا إحنا بأعمالنا بأفعالنا إحنا نجيب العذاب إلنا، وإلا الله سبحانه وتعالى رحيم. هذا اللي تجي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول له يا رسول الله وحاملة وياها طفلها زين، يا رسول الله الله شقد يحبنا شقد رحيم بنا، يقولها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 أب وأم، أنت رحمتك لولدك هذا مثل القطرة في مقابل البحر، الله رحمته واسعة، مجرد أنه جابك هنا لرحمته، بس أنت لازم تعرف قدرك. قالت لي يا رسول الله أنا هذا ابني أحبه، هذا ابني الصغير، ما ممكن أرميه في النار، شلون الله يرميني بالنار؟ النبي صلى الله عليه وسلم بكى بكاء مرا، قال الله لا يريد أن، الله ما يريد يعذبكم، ما يريد يوديش أنت وين يوديش ابنش أو فلان إلى آخرين، ناس للنار، لكن المشكلة هذا هو برجله قاعد يركض للنار، بعض الناس يركضون برجلهم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هذا هو قاعد يركض، يركض نحو النار، أنا شو أسوي له؟ مثل تلكم القضية اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبرائيل هذه صخرة رميناها في قعر جهنم 70 سنة حتى وصلت إلى قعر جهنم. البعض ماخذ فكرة أنه كم هو عميق بئر جهنم مثلا، والحقيقة أن بعض الناس المتوسط، متوسط الأعمار شقد 70 سنة، مو هالشكل؟ أكو بعض الناس يركضون يركضون إلى أن يسد عينه وقع في نار جهنم والعياذ بالله. وإلا الأساس الأصل شنو هو؟ سبقت رحمته، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا هو الأساس، الأساس الرحمة. ولذلك تشوف حتى الأم، حتى الأم، هذه قضية أذكرها لكم، أم بعد أكو أم، أكو إنسان يرحم إنسانا آخر في هذا الكون أكثر من الأم بولدها؟ ها؟ قضية تنقل عن النبي المصطفى محمد صلوا عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت الإمام الحسن الإمام الحسين فاطمة الزهراء وأمير المؤمنين ذهبوا لزيارة القبور، وهذا دائما لازم نلتفتها، احنا ما نلتفت الى هذه القضايا، روح شوف القبور، روح شوف الموتى شلون يغسلوهم شلون كذا، انت يوم من الايام مثل ما قاعد تحمل جنازة اعلم انك المحمول، عش ما تشاء فانك المطلوب، روح تقدر تدرع عن نفسك الموت؟ اجي يم الامام الحسين عليه السلام قال لي علمني فتشي بعد ما اذنب، قال انا اقول لك اذا جاءك ملك الموت ادرعه عن نفسك واذنب ما شئت، تقدر تهرب من الموت؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصار يقرأ يا لا إله إلا الله، يا قوم لا إله إلا الله، بحق لا إله إلا الله، كيف وجدتم قول لا إله إلا الله، إلى آخره. وهذا دائما يمكن يوم من الأيام أنت في المقبرة وتسمع هذا الصوت وتتمنى واحد يقرأ لك فاتحة،
تتمنى ذاك الوقت. الآن عندك وقت هسه تقدر تغير. هاي ليلة عاشر، ليلة عاشوراء. زين، أنا جاي مثال الأم، قلب الأم ورحمة الأم. زين، وإذا بالنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، بالنتيجة عين رسول الله ينظر لعالم البرزخ بعد، عينه ثاقبة، عينه بصيرة، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الآن إذا يكشف عن نواظرنا ننظر بالحقيقة، الآن إحنا شنو قاعدين؟ قاعدين على أجنحة الملائكة، تدرون هذا الشيء؟ لكن البصر هنا محجوب عنكم، وعما قريب سيطرح الحجاب، وعما قريب سيطرح الحجاب. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يشوف، وإذا بالصوت صوتي شاب يعذب. النبي صلى الله عليه وسلم أخرج هذا الشاب، جابه يحيي الموتى، بعد الموتى البرزخي، يعني النظر البرزخي، جابه عيسى بن مريم يحيي الموتى بإذن الله، كيف بسيده النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. جاء يا رسول الله أنقذني، يا إمام الرحمة، هنا يا إمام الرحمة، أنت الرحمة، أنت اللي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، تعال انقذني، أنا حالتي حالة مزرية. وإذا به مكبل، مكبل بتلكم السلاسل، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. تلك السلاسل اللي الإمام الصادق عليه السلام يقول له سلسلة وقعت على الأرض لذابت الدنيا ومن فيها. يقول يا رسول الله أنقذني، يا إمام الرحمة أنقذني. قال له شنو القضية؟ قال أمي غضبت علي ودعت، وأنا ما عشت بعد هذا الدعاء، وهذا وضعي. وين أمك؟ في المكان الكذائي. راحوا الخمسة، خمسة الأشباح، الخمسة الأطهار، الرحمة للعالمين، ذهبوا إلى دار هذه المرأة، فرحت، يا رسول الله جئت إلى بيتي، امرأة عجوزة أجد، أمت الله عندي شغلة وياك، جاي أرجوك تغفرين لولدك. بس ما سمعت هذه الكلمة قالت يا إلهي بحق رسول الله زد في ناره وغضبك عليه، ابني أريدك تعذبه أكثر. بعض الأوقات الإنسان يسوي شغلات حتى الأم، قلب الأم الرحيم، تغضب لهذه الدرجة وتدعو. أمت الله أنت أم تدعون عليه؟ قالت أنا أقول لك يا رسول الله، أقول لك إيش سوى بي وإنت أحكم، إيش سوى بيك؟ قال أنا اللي ربيته، أنا اللي حملت بي 9 أشهر، هو يعرف شنو معنى الحمل، أخذ مني الكرى والنوم وراحتي سلبها، وثم وضعته، وكيف وضعته؟ أنا بين الحياة والموت، يعرف هذا الشيء، وكبر، وكنت أبيت جائعة وأعطيه لقمتي، لقمة عيشي، كبرته وأفرح بي ويكبر قدام عيوني، إلى أن كبر وصار شاب، قلت خلي أزوجه أكمل دينه. رحت لقيت له واحدة من البنات المدينة وزوجته. يا رسول الله يوم من الأيام صارت بيني وبين شنتي حجاية، خب ماكو الدنيا، خب مو كلها ريحان وكذا. دخل علي فقالت زوجته شيئا، يقول هذا لا راح يتبع القضية ولا نهرني ولا يؤدبني بطريقة، أنا قاعد أخبز له بالتنور، أحط الخبز وأطيه وكله، وإذا به أخذني، أنا المرأة الضعيفة، شالني ورماني بالتنور، وأنا أحترق وأنادي وأصيح وأستغيث، إلى أن جاءوا الجيران وطلعوني هاني قدام مرته وقدام الجيران، وهذه يدي احترقت، صدري احترق بيدي المحروقة، ضربت بصدري المحروق وقلبي المحترق أساسا، قلت اللهم عذبه من نارك، اللهم عذبه. يا رسول الله هذا ما يستاهل، هذا مو بس كالحيوان، كالأنعام، أولئك كالأنعام بل هم أضل، ما يحتاج تتعب نفسك يا رسول الله، عيف هالشكل. بعض الأوقات الإنسان يتمرد إلى هذا التمرد، إلى هاي الحالة، حتى الأم تغضب عليك وتتوقع أنه الله سبحانه وتعالى الرحيم شلون يودينا للنار. روح شوفوا شلون جرائم أكو الآن، ما شاء الله الإنترنت موجود، يغتصب وحدة ويذبها بالبير وما أدري شو يسوي، هذا شو تسوي؟ هذا شو يعني؟ وين تودي هذا غير نار جهنم المخلد فيها، صح ولا؟ ف
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمت الله، هسه هالمرة على مودي أنا إمام الرحمة. قالت: يا رسول الله، هذا ما يستاهل وما أقدر أنسى. فاطمة الزهراء: أمير المؤمنين، يا علي أحبك وكل مؤمن يحبك، أنا ما أقدر، بس هاي الشغلة لا تسألني عنها يا علي. الحسن كذلك: أجل الحسين بأبي هو، هذا الحسين ليش صار إمام الرحمة؟ ليش إحنا قاعدين وين ما تروح أنت ماكو اجتماع إلا الحسين يجرك؟ حتى الأئمة الباقين سلام الله عليهم ليلة وفاة ليلة استشهاد ما تقعدون هالشكل أنتوا، صحيح ولا؟ ليش ليلة عاشوراء؟ ليش؟ أجل إمام الحسين عليه السلام تقول: رأيته فدمعت عيناي. هاي خصوصية للحسين عليه السلام، أي واحد يشوفه تدمع عينه. يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة. فقال: يا أمت الله، اغفري ابنك لأجلي، على مودي، على مود خاطري. هاي رحمة الإمام المعصوم أكثر من رحمة الأم، ورحمة الله هي القمة، هي الكل بالكل فوق. تقول: نظرت إلى الرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: نظرت لولدي الحسين ثم نظرت للسماء، قالت: يا رسول الله، على مود الحسين أنا غفرت عن ولدي. أجى النبي صلى الله عليه وسلم: ليش أنا قلت ما قبلتي؟ وليش الزهرة؟ وليش أمير المؤمنين والحسن؟ ليش كلمة الحسين ما ردت تكسريها؟ قالت: يا رسول الله، الحسين رمقني بنظرة أنا ما امتلكت نفسي، هذا القلب اللي كنت ملشومة منه، ابني هيك سوى بياي، أنا كأنما نسيت كل شيء. ثم نظرت للسماء انكشف بصري، البصر انكشف، شفت ملائكة السماء تقول لي: أمت الله، لا تكسرين قلب الحسين، اعفي عن ولدك. هذا باب الرحمة، إمام الرحمة الحسين عليه السلام، رحمة الله. ثم رحمة الإمام المعصوم. الله تعالى ينقص من رحمته إذا أعطى؟ لا، صحيح ولا؟ ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. ليش ما ينطي؟ ليش ما يرحم من الملايين والمليارات؟ خب ينطي بعد. بس هنا السؤال المهم إخواني، السؤال المهم: هل الإمام سلام الله عليه أو الله تبارك وتعالى يطي قوترة الشكل كل واحد يأخذ من رحمة الله ويدخل إلى الجنة؟ أو يجب أن تكون عندنا هاي الحالة، يجب أن نحترم أنفسنا ونستقبل رحمة الإمام، لازم نستقبل رحمة الإمام. مثل واحد جاي إلى داري كريم يقول له: انطيني. يقول له: ايش قد انطيك؟ يقول له: انت كريم. يقول له: ايه انا ادري كريم، بس ايش قد انطيك؟ انت جايب وياك قلاص، انطيك بقد القلاص، يو دولشة مثلا، يو جايب برميل وياك، ايش قد جايب؟ انت ايش قد تعب على نفسك متهيئ الى الامام المعصوم يعطيك شيء، او الله يعطيك شيء، ينزل عليك الرحمه، ينزل عليك الرحمه. احنا التقصير منا لا في ذلك الجانب، والا الله تعالى كريم رحيم، رحمته وسعت كل شيء. موسى بن عمران يذهب، خب سامعين القضيه انتم، ليش اقول لك هاي ليله عاشوراء؟ هاي الليله لازم تصير عندنا فت حركه داخليه، نغير شويه، ما نطلع منا نفس هالانسان ونفس هالحاله وهال، لا، نطلع بنظره جديده، نقول هاي الليله هي الليله، بكره هو اول يوم خلقتي فيها في دار الدنيا، ديت اوف بيرث مالتي بكره، يصير؟ نعم يصير. اطهر نفسك من الذنوب، ليش بقلب مكسور؟ انا عند المنكسره قلوبهم. موسى عليه السلام رايح للصحراء وماكو غيث، اللهم اسقنا الغيث، اسقنا الغيث. وموسى يدعو وبني اسرائيل كلهم يدعون، فما ازدادت الشمس الا تقشعا والشمس الا حراره. تعجب موسى: يا ربي انا قاعد ادعو، ما ذنب البهائم الرتع والأطفال الرضع؟ شنو ذنبهم ذولاك الركع؟ شنو ذنبهم؟ تعجب موسى، قال: يا موسى، بينكم بين ظهرانيكم من يجاهرني بالمعاصي 40 سنة، فمره أن يخرج حتى أنزل عليكم الغيث، به منعتم. الآن موسى بن عمران عليه السلام ينادي قدام الناس: أيها العاصي، ربي عصيت ربي 40 عاما وتجاهر بالمعاصي، اخرج من بين ظهرانينا فانه بك منعنا الغيب. هذا انتظر شويه حتى واحد يطلع محط، افتهم انه هو المقصر، هو المشكله، شو يسوي؟ قال: ربي ان خرجت افتضح امري
وإن بقيت منع الغيث. تقول الرواية ما عنده شيء، فوضع رأسه تحت ثيابه نادما على فعاله، بس انكسر قلبه ندم. فقال ربي ربي عصيتك 40 عاما فلم تفضحني، 40 عاما فلم تفضحني، أطعتك 1 لحظة فلا تفضحني. موسى منتظر وما حد خرج، وإذا بالمياه عليهم كأفواه القرب، نزل نزل الغيث. تعجب موسى: إلهي قلت بيننا شخص عاصي؟ قال: يا موسى بالذي منعتكم سقيتكم. هذا اللي يسألني البارحة أوت البارحة، عندنا مشاكل، عندنا الفيزا ما قاعد تطلع وكذا ولا آخره. إذا واحد من هالمجلس الليلة طلع بتوبة نصوحة يقين، كل اللي يطلب كل دعاء، لأنه ذولا كانوا يدعون لأجل عيني هذا، الله استجاب دعاء الكل لهذا الشخص. كلنا نطلع بقضاء الحوائج إذا واحد هنا تاب، واحد أو غير، صحيح؟ قال: بالذي منعتكم سقيتكم. قال موسى بن عمران: ربي أرني هذا الطائع، هذا التائب، هذا عبدك المفضل بلحظة واحدة انقلب 180 درجة، خليني أشوفه. قال موسى: 40 عاما يعصيني ولم أفضحه، الآن تاب إلي وأفضحه. أقول لك هذا على مود الناس تفهم أنه هذا كان الذانب المذنب. هيهات هيهات موسى، هذه رحمة الله سبحانه وتعالى، رحمة. انت ايش قد ما مسوي بليله بانكساره كسرت قلب، وهاي الليله ليله الحسين عليه السلام، ليله عاشوراء. اي ليله احسن من هالليله اخواني؟ الرحمه لها اماكن ولها اوقات خاصه، الله بابه مفتوح. هاي الباب اللي وفتحت بابا لعبادتك سميته التوبه، خلاص مفتوحه هاي، زين. لكن لهذه الباب أوقات أفضل من غيرها، الرحمة تنزل أكثر. هالليلة إذا واحد طلع لأجل الحسين سلام الله عليه، هالليلة أكو أماكن مثل هالأماكن، هذه الحسينيات، هذه أماكن تتواجد فيها الرحمة أكثر. هؤلاء الشبان الآن جايين أنتوا أخواني أعزائي، بالنتيجة الشبان يحتاجون إلى مكان، صحيح ولا؟ يجون يلتفون نحو أهل البيت عليهم السلام، يلتفون يصلون لله، يعبدون الله في هالأماكن. هذه هالأماكن لازم نقويها، وهي وظيفتي الشرعية أنا أقولها، هذه الأماكن يجب تقويتها. اللي ينطي من جيبه لهالأماكن، اذكروني أذكركم. شو تسوي؟ تسوي لنفسك وتسوي لابنك وتسوي لحفيدك اللي يجي بعد كم سنة، بعد 50، بعد عمر طويل، بعد 100 سنة احنا ما موجودين، بس هالمكان موجود وأبنانا راح يجون، وواحد ثاني راح يصعد هالمنبر هم يقرأ، هم الناس راح تبكي على الحسين، لأنه الحسين الرحمة المهدات اللي مستحيل تقف. الحسين عليه السلام خلص للنهاية، الحسين للنهاية، باب رحمة الله التي شرعت وفتحت. هالليلة إذا واحد حتى ما قدر يدفع شيء لأجل هالحسينية والأماكن، كل مكان تنادي هالمكان بيا حسين أنت لازم تدعمها، ولو بكلمة ولو بمادة ولو ولو. الله تعالى يريد بالقوة، شايفين بعض الأوقات بالقوة يسحب واحد ويزكيه طهره. يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يقول: أنا اعتبروني مثل واحد مديون، انطيني على مود أصعدك. هاي الفلوس لا تبقى يمك، مو الله خوف سبحانه وتعالى ما يحتاج إلى أموالكم. قالوا: يد الله مغلولة، قالت اليهود: غلت أيديهم بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. لكن هالمال هالتعلق، هاي الروح لما تتعلق لأمور تافهة مثل المادة والدنيا وهذا، طلعها صير كريم، صير سخي، خلي روحك سخية، طور روحك. هذا الله سبحانه وتعالى، رحمة الله، رحمة الحسين، رحمة أهل البيت. الآن كلمة سريعة جدا، البعض يسأل:
الآن الإمام الحسين عليه السلام ابتلي خو يوم عاشوراء، شفتوا ايش صار بسلام الله عليك أبا عبد الله؟ ما ممكن تشوف أي حادثة بالتاريخ ماكو حادثة تشبه عاشوراء أبدا، لا يومك يومك يا أبا عبد الله ماكو. هذا اللي يجي من الإمام الصادق عليه السلام يقول يا ابن رسول الله أنا كلكم أحبكم بس أكو قضية خايف، أنا عندي مشكلة. قال له شنو؟ قال يا ابن رسول الله بس ما أذكر الحسين أكثر قلبي يخشع كأنما أحبه أكثر، خاف عندي مشكلة. قال لا إحنا هم هالشكل، إحنا أهل البيت هالشكل. صلى على محمد وآل محمد. إخواني فد قومة وقعدة، رحم الله من ذكر القائمة من آل محمد، صلوا على محمد وكون فد قومة. افسحوا المجال لإخوانكم هاي ليلة عاشوراء، خلي الكل تستفيد من سفرة الحسين. اكو جماعة برا إبراهيم سلام الله عليه، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ابتلاه الله ببلاءات مختلفة وصعبة للغاية، آخر واحدة اذبح ولدك، تدرون بعد القضية، فصار إماما. الحسين عليه السلام لماذا هالابتلاءات اللي حدثت في يوم عاشوراء؟ ليش؟ حتى يزداد رتبة وشرفا، يزداد رحمة. شنو القضية؟ الحسين سلام الله عليه هو بيده الجنة والنار، هو لا يعمل فقط مثلنا احنا، لا، هو الحسين عليه السلام جاء وما أرسلناك، هذا جده المصطفى، هم كلهم نور واحد. حينما أراد الله أن يخلق الخلق أول شيء، وهي رواية موجودة للمسلمين جميعا، أول ما خلق الله يا جابر نور نبيك محمد. الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أحد خلق أحمد، الخالق خلق الميم، هاي أحمد ميم يسموه ميم ممكن الوجود، ميم المخلوق، مخلوق وخالق، خلق الموجود المفضل، المخلوق المفضل، وأعطى رحمته. لذلك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يقول ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، مو هالشكل؟ صحيح ضربوك يا رسول الله، أدمى وجهك الطاهر وأنت تقول اللهم اغفر لقومي إنهم لا يعلمون، هذا كله صح، بس أذية النبي أكثرها وين؟ بأذية أهل بيته. يعني الحسين جزء من رحمة، جزء من هذه الرحمة، هالمقام المحمود اللي الله أنطاه للنبي صار رحمة للعالمين بسبب هذا الأذية اللي تحمله لأجل ولده الحسين عليه السلام. مثل إبراهيم القلب لما احترق على ابنه يريد يذبحه، الله أعطاه مقام الإمامة. شوفوا، حسين مني وأنا، يعني رسول الله من حسين، يعني مقامي جزء منه من الحسين، هالأذية اللي أشوفها للحسين عليه السلام وقلبي يحترق هيك يصير بي أبا عبد الله، هذا الرحمة، الرحمة المهداد. الحسين عليه السلام بهالواقعة اللي تسمعون عنها، بهالتفاصيل الغريبة، بالتفاصيل اللي ما ممكن بالتاريخ يجي مثل هالتفاصيل، تجي مستحيل. هاي الحالة من أذية جسدية لسيد الشهداء عليه السلام، تروح تشوف الروايات، مثلا إمام موسى بن جعفر عليه السلام وقى شيعته، هو تحمل الأعباء، بلاء يريد ينزل، البلاء على من ينزل؟ على الأكمل فالأكمل، وانت نازل قال أنا أتحمل البلاء على شيعتي. روايات عندنا، ألا نترك هالمواضيع هذه؟ الإمام الحسين عليه السلام يتحمل هالبلاء ليش؟ حتى يزداد رتبة، رتبة ثار الله، رتبة الرحمة المهداة، على مود شنو؟ على مود النفع يعود له؟ لا، الله تعالى قاعد يطي رحمة، مو هالشكل؟ رحمة الله، الله إذا أنطى ينقص منه شيئا والعياذ بالله؟ لا، وإذا أنطانا يزيد له شيئا؟ الله لا يزداد، الله مو بحاجة إلى عبادتي وعبادتك، صح ولا لا؟ فقط الحاجة أنت توصل نفسك تصير مخلوق إلهي، تعود كما كنت، إنا لله وإنا إليه راجعون، مو؟ النفع عليك، إليك النفع. الحسين عليه السلام يتأذى جسديا ومعنويا ويقدم حتى أنت تستفيد من سفرة الحسين أكثر فأكثر.
يكون الرحمة إمام الرحمة. يا رحمة الله الواسعة. إيش قد ناس شيعهم الحسين؟ روحوا شوفوا الكتب، لقد شيعني الحسين. إذا ما كانت عاشوراء هالشكل بهالتفاصيل، ليش علي الأكبر يطلب ماي؟ هو شنو هو الماي؟ علي الأكبر شبيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنت إنسان عادي إذا تتقي الله، عبدي أطعني تكون مثلي، أقول للشيء يكون فيكون، تقول للشيء يكون فيكون. ليش يجي يطلب من أبوه أريد ماي بويا؟ هاي الحالة حالة ألم الحسين. كل ما تألم الحسين أكثر، كل ما استطاع بأبيه وأمه، كل ما دخل من هذه الأمة وغير الأمم يدخلون في رحمة سيد الشهداء سلام الله عليه، رحمته وسعت، وسعت الكل. وإلا الحسين عليه السلام هو بأبيه وأمي يقول له ما أسرع الملتقى بجدك المصطفى. تدرون القضية، نفس الحسين عليه السلام يطلب منهم ماء، أنا عطشان وحق جدي رسول الله. ليش؟ يعني يا ناس تعال شوية هالقلب هذا خليه ينكسر، أنا عند المنكسرة قلوبهم، ترى أنا عطشان، صير آدمي. هذا هو، اتغير، تعال وياي يصير عيف. أكو جماعة مثل هالليلة خرجوا من جيش عمر بن سعد، جاءوا للحسين، ترى حر ابن يزيد الرياحي آخر لحظاته جاء قالبا ترسه مطأطئا رأسه قليلا قليلا. سيدي أبا عبد الله هل لي من توبة؟ نعم انتم تتاب الله عليك، تعال اهلا وسهلا. رحمة الحسين ترى رحمة مو طبيعية اخواني. الحسين عليه السلام الى الولاية التكوينية، هاي اشارة ثانية. علي الاكبر يقول لابويا انت عندك ولاية تكوينية، انا ما عندي ولاية تكوينية، انت تقدر هذول كلهم توخرهم، كلهم تدمرهم، صحيح؟ بس لا، عظمة الحسين حتى يقطع ابنه وهو واهل بيته، وهذه التفاصيل اللي تشوفوها اللي ما ممكن. شايفين القرآن؟ القرآن أقوى واحد يقدر يقول أنه إلى يوم القيامة يجيبون كتاب أقوى من القرآن والعياذ بالله؟ أبدا لن يستطيعوا ذلك. لا يمكن أن تأتي بحادثة إلى يوم القيامة فلتجتمع الإنس والجن يجيبون حادثة مثل يوم عاشوراء، والله ما يقدرون. لا يومك يومك يا أبا عبد الله، شلون يقدرون يسوون؟ ابن لازم يجي يطلب الماي وأنا ما عندي الماي، وأنا أقدر أنطي، أنا عندي ولاية تكوينية أقدر كل هذول أبيدهم، بس هاي مو أنا جاي، أنا جاي حتى أرحم، أنا جاي بمهمة الرحمة الإلهية، الله جايبني أرحم إيش قد ما أقدر، حتى لو أطلب من هذا ماي لأجل ولدي ينكسر قلبه، بس ينكسر قلبه. ولذلك بعضهم انكسر قلبهم بس ما رادوا يطون ماي، تذكروا بطش علي وما فعل بهم. ها لما تقاتلونني بغضا منا لأبيك، هذا القلب لمن أم على قلوب أقفالها. يتعذب الحسين على مود ينقذ أكثر ناس، هذا وين صايرة؟ وين صايرة؟ هاي رحمة الله الواسعة، رحمة واسعة. اتصور الحسين عليه السلام خو عينه مو مثل عيني، يدري هذا حقيقة شنو. أنا الآن اسمي مهدي، اسم جنابك فلان فلان فلان، صحي ولا؟ بس أسامينا الحقيقية الله يعرفها. أكو ناس والعياذ بالله تحشر بشكل آخر، شكل حيوان ضاري. شايفين هذا اللي يلدغ الناس، يلدغ بكلمة وحشاية وطهر ذاك، وهذا هذا حقيقة أعماله كأعمال العقارب والحيات، مو هالشكل. هو يدري قاعد يشوف هذا اللي جاي يريد يقتله، هذا جاي ما يستحي، هذا جاي ويدري بشينه راح يصير، يعني يدري. واحد من هؤلاء اللي الحسين أجا قال اعطوهم ماء، نسقوهم ماء ورشفوا الخيل ترشيفا، أجا يمن الحسين عليه السلام يقول له أنا خراوي، يعني اشرب الماء، الماء حاطة فوق الراحلة. ما أعرف كلام الحسين وتعبان الحسين بأبي هو أمي، هو نزل البعير الناقة وجاء بالماء وجعل يسقي هذا الشخص ماء، ويدري هذا منه. تدري منه واحد منهم؟ واحد منهم قاعد يشرب ماء وعينه على خاتم الحسين، هذا اللي كل ما أراد أن يأخذ خاتم الحسين ما تمكن فقطع إصبع الحسين يدري بي. واحد ثاني الحسين عليه السلام جاي يتوضأ وعنده حزام، عينه على الحزام ما قدر ياخذ الحزام، حينما سلبوا ابو عبد الله على السمو، سلبوا ابو عبد الله قطع يدي الحسين، يدري كل هاي الامور ويطي ماي. الله اكبر. هذا اللي ذاك العالم الكبير، وشوفوا الروايه موجوده الان جاءت في ذهني، روايه موجوده في كتاب احد اللهم صل على محمد وعلى محمد، المهم ابن الصيفي الشاعر، ابن الصيفي
ابن الصيفي ابن خلكان يذكرها بوفيات الأعيان. روح شوف هاي شوف هاي القصة. ابن خلكان يقول هذا ابن الصيفي المعروف بحي صبيس يقول أنا تعجبت تخبلت، هاي شنو هاي؟ هذا بشر؟ شلون بشر هذا؟ علي ابن أبي طالب يسقي الناس ماء، يجي يم المشرع يم الماء وينطي معاوية وجماعته ماء، وبعدين يوم الثاني هذول يأخذون الماء فلا يعطونه ماء. يوم الثاني يأخذ الأمير المؤمنين يسيطر على الماء ويطيهم ماء. هاي شنو هاي؟ رسول الله يجي بمكة يقول اذهبوا أنتم الطلقاء، هم يجون يأسرون بناته وأولاده في يوم عاشوراء ويسوون الأفاعيل. هاي شنو هاي؟ الحسين يطل هذا ماي وهذا نفسه يقطع اصبع الحسين، هاي شنو هاي؟ ويدري بيهم ويطيهم. يقول انا تعجبت تخبلت، هاي شنو القضيه؟ فرأيت في عالم الرؤيا، رحت مقهور يا ربي بس فهمني، هاي المخلوقات اللي خالقها، هاي المخلوقات الالهيه. لذلك انا اقول لك هاي الكلمه، الله ليس كمثله شيء، لكن تريد فتشي الدل على الله سبحانه وتعالى مثل الصورة اللي لما تشوف الصورة تتذكر صاحب الصورة. هاي مثال تقريبي. بقية الله خير لكم إن كنتم تعلمون. بقية الله يعني فتشي يدلك على الله، ما أخذ الرحمة من الله سبحانه وتعالى. رحمة أهل البيت رحمة عجيبة، الإمام الحجة إن شاء الله يجي وتشوف شلون رحيم، ينقهر أكثر منك لما يذنب الإنسان. المهم فيقول، يقول شفت في عالم الرؤيا أمير المؤمنين عليه السلام. ابن الصيفي يقول شفت في 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 الرؤيا الإمام أمير المؤمنين، قال له روح إلى الشاعر حي صبيس، روح اسأله ذاك عنده الخبر. ابن الصيفي يقول رحت دقيت الباب قلت له شنو القضية، قام يبكي ذاك، قال هاي رؤيا صادقة، وقع يبكي. بس بالله عليك لا تذكر لأنه راح يقتلوني بني أمية وغيرهم. قال له شنو؟ قال أنا نفس الفكرة صارت البارحة عندي، فذكرت هذه القضية أبيات شعر قرأتها ويعني أنشدتها. شنو هي هاي الأبيات اللي سامعيها أنتو؟ ملكتم فكان ملكتم ملكنا فكان العفو منا سجية، ملكتم فسال بالدم أبطح، وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح. هذا من الله، هاي رحمة الله الواسعة، هذا رحمة الله، هذا الذي يقول لا إله إلا الله محمد جدي رسول الله. اللهم صل على محمد. بنده معذرت میخوام یه خورده وقت باز کم داریم، ولی ما غیر از این شب دیگه شب دیگه نداریم. شب عاشوراست. خیلی هم جوانای جدیدی رو دارم میبینم، مجبورم که بیشتر حرف بزنم. باز برادرانم میخوام که خود من بیشتر مجال بدن که حرف بزنم، چون حرفا خیلی مهمه. یه چیزایی باید از امشب بگیریم و از این در بریم بیرون با یه جور دیگه، با یه قیافه دیگه، با یه روح دیگه، با یه روحیت دیگه. امشب اگه امشب ما یه خورده به خودمون بیایم، یه خورده دلمون یه خورده یه ذره جای دلمون عوض بشه، از اینجا بریم بیرون با یه توبه، با یه گناه، گناه پاک، گناه پاک کنیم، بشوریم، یه عشق بریزیم برای کارهایی که کردیم، بگیم آقا دیت آف برث شما کیه؟ بگی فرداست، روز عاشورا. من میخوام امشب یه خورده با خودمون فکر کنیم بابا ما کی هستیم، چه اومدیم اینجا، اینجا اومدیم چیکار کنیم. حیفه من باید یه رنگ امام حسینی داشته باشم. بعضیا با یه کلمه آدم میشن، با یه کلمه. محقق همدانی میگفت رفتم تو صحن امیرالمومنین علیه السلام، یه آدمی دیدم از این لاتا، از این آدمای جوونایی دیدی که همه ازشون میترسن. گفت تا را میرفت همه این ور اون ور میرفتن، این ور میرفت، میگفت فلانی اومده، عبد فرار اومده، بهش میگفتن عبد فرار یعنی بنده فراری. آقا اینقدر ترس مردم تا اینو میدیدم میترسیدم، پول داشت، ثروت داشت، قدرت داشت، دار و دسته داشت، این ور اون ور میرفتن این فلانی داره میاد. یه نگاه بهش کرد محقق همدانی، گفت اسم تو چیست؟ شسمک؟ به لهجه عراقی گفت. گفت منو نمیشناسی؟ نمیدونی من کیم؟ من عبد فرارم.
من بنده فراریم، از هیچی نمیترسم، همه منو حساب میان. تو حالا من محقق همدانی از من نمیترسی؟ محقق همدانی یک کلمه بهش گفت، گفت افررت من الله ام من رسوله؟ تو کی هستی؟ تو انسانی هستی که از خدا آمدی، قراره به خدا برگردی، این روح تو ترقی کنه، تکامل پیدا کنی. آخه چرا در رفتی؟ از کی در رفتی؟ از خدا در رفتی؟ از پیامبرش در رفتی؟ گفت آقا این یه جرقه شد در وجود من. رفت تا خونه با خودش این حرفا رو میزد، افررت من الله ام من رسوله. چقدر خوب آدم با یه لحنی بهش نگاه کنن، بگن آقا پاشو، چقدر خوابی تو، پاشو، امشب باید پاشیم، امشب باید از این خواب مثل آدمی که خوابه بیدار شیم. الناس و نیام ان ماتو انتبهو، به اونجاها نکشه که یکی بینه آقا کار از کار گذشته، میخوام برگردم، رب ارجعونی، تموم شد. باید از اول فکراتو میکردی. آقا رفت خونه، محقق همدانی روز بعدش اومد فقه و اصول بگه، به مردم گفت، به همون طلبه ها گفت بریم که یکی از اولیاء خدا مرد. گفتن اولیای خدا همه چیز شدن که بفهمه این کیه، این ولی خدا. رفت 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 تا رسید به خونه عبد فرار. گفتن حاج آقا مطمئن اینجاست؟ این عبد فرار، این فلانیه که کل عمرشو به گناه آلوده بوده. گفت بله همینجاست. دیدن آره بابا یه زنی داره شیون میکنه. گفتن چیه؟ این که جوون بود چطور مرد؟ گفت من نمیدونم، دیروز اومد اینقدر گریه کرد، فقط میشنیدم خدا خدا خدا، من بنده فراریت بودم، امروز برگشتم، تا اینکه مرد. اگه امشب یکیمون، یه آدم از اینجا بره بیرون بگه خدا میخوام یه خورده خودم عوض کنم، به خاطر آقام حسین میخوام آدم شم. مگه حسین برای چی اومده اینجا عزیزان؟ امام حسین رحمتون للعالمین شد که چی بشه؟ برای چی رحمتون للعالمینه؟ برای چی؟ این نازی که اینقدر ما رو این ور اون ور میکشونه، خود خداش، خدا به این عظمتی دیدی؟ میگه من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، وقتی میخواد ناز این بنده رو بکشه میگه منو مثل یه بدهکار حساب کن، بیا یه چیز به من قرض بده، من دنیا و آخرتت بهت بدم. خدا تو که رحمت داری، تو همه چی داری، از ما چی میخوای؟ میگه این پولا تو جیبت نگنده، من میخوام دست سخاوتمندی داشته باشی، روحتو ببری بالا. امشب بیاد اینجوری بگیم این مجلس یا مجلس دیگه مال امام حسین، هرچی هر جا علم امام حسین باشه، بگیم آقا من دلمو نمیخوام به این پول چیز کنم، من یه چیز دیگه هم، من یه روح الهی دارم، بیا برای امام حسین، برای خودت، نه برای امام حسین که محتاج نیست، فذکرونی اذکرک، برای بچه‌هاتون، برای خودتون. اگرم نتونی چیزی بدی قبل از این که بری، برای مثلا این حسینیات روش کنه، جاهای دیگه روش کنه، یه صلوات تو دل خودت بفرست. اللهم صل على محمد و آل محمد. یه جرقه دل یه خورده بشکنه، فقط دل یه خورده بشکنه، به خدا هر کاری کردی، هر کاری کردی، تموم شد رفت، یه صفحه جدید، یه روز جدید، با یه آدم جدید، با یه قیافه جدیدی، حسینی میشی، رنگ حسینی میدن. وگرنه اگه ببینی امام حسین مثلا سلام الله علیه چرا اینقدر اذیت شدن؟ ابراهیم اذیت شد، امتحان دید تا چی بشه؟ تا به مقام امامت برسه، مگه نه؟ امام حسین رو اینقدر، این تراژدی عاشورا رو اگه ببینید، آخه این چیزی هست که تو کل جهان نخواهد شد، نبوده و نخواهد شد. باید اینجوری باشه امام حسین، باید اینجوری کشته بشه، تا بعد از 1400، نزدیک به 1400 سال، ما اینجا تو 2013 اینجا باشیم تو ادلاید، از رحمت و سفره امام حسینی استفاده بگیریم. تو زمان خودش بعضی ها استفاده میکردن. عبر ابن سوید یا آدمی بود که این تو لشکر امام حسین بود، زدنش بیهوش شد، اومد بیدار شد، دید همه کار اینا اومدن میخوان به خیام حمله کنن، دید دارن سفره عاشورا رو جمع میکنن، زد به لشکر با خنجرش چند تا رو کش، بعد خودش هم شهید شد. یعنی
هر کس هر چقدر که میتونه بیاد از سفره امام حسین استفاده کنه. امام حسین اونجوری کشته شد تا رحمت للعالمین بشه، باب الله الواسعه بشه، رحمت الله الواسعه بشه. ماها تا روز قیامت از سفره امام حسین و از کرم امام حسین و برگردیم به خدا، برگردیم به امام حسین، یه رنگی از امام حسین داشته باشیم. خیلی حرفه. حسین جون مگه تو آب نداری؟ تو میتونی آب بدی؟ خب علی اکبر اومد، علی اکبر چی گفت؟ ابتا العطش قد قتلنی. شنیدید دیگه، رحمت امام، برادر، رحمت امام یه رحمت عجیبیه به خدا. الان که دارم حرف میزنم هی داره تو ذهنم چیزای جدید میاد ولی نمیدونم چقدر وقت هست بگم اینا رو. فقط همینو بگم، رحمت امام و عشقی که امام به تو داره به خدا، تو خودت به خود به خودت نداری. همین. شکنجه بشم، اذیت روحی ببینم تا بیشتر اینا رو کمک کنم، یعنی نفعش به تو، اذیتش مال من. این کجا دیدی همچه آدمی رو؟ کجا دیدی؟ قبل از اینکه این ماجرای آتش حسین رو بگم، آتش حسین سیرابی مردم، بذار اینجوری باشه این تاپیکش. یکی اومد پیش امام صادق علیه السلام، همشون اینجوریان، همه ائمه ما اینجوریان. یعنی امام زمانتم تو رو بیشتر از خودت دوست داره. به خدا قسم اینو میگم، شک یک لحظه ندارم، یه لحظه ندارم. یکی اومد پیش امام صادق گفت یا ابن رسول الله، استاندار اهواز شیعه است، منم مالیات بدهکارم، یه نامه بنویس به این استاندار بده یه خورده مالیاتو کم کنه. آقا یه نامه نوشتم، بسم الله الرحمن الرحیم، من سر اخاه فقد سر الله و هذا اخوك. هر کسی برادرش رو، یعنی مؤمن شیعه رو، یه شیعه باید شیعه دیگر رو کمک کنه. اگه اینو خوشنود کردی، خدا رو خوشنود کردی. و السلام. آقا این نامه رو گرفت رفت استاندار اهواز خدمت شما، گفت این نامه از کیه؟ گفت امام صادق. بلند شد نامه رو گذاشت بالا سرش، علا راسی، بوسید نامه رو، باز کرد، گفت آقا بیا دفتر مالیاتو بیارید، امسال از جیب خودم میدم مالیاتتو، سال بعدی هم از جیب خودم میدم. یه کیسه پولم انداخت جلوش، گفت راضی شدی؟ گفت آره. رفت اسبشو آورد، تشک خاص خودش هم آورد، تا درم چیزش کرد، بعد گفت اینجا بشین و عرض کنم خدمتون، با حالت سلطنتی ازش چیز کرد، استقبال کرد، بعد گفت راضی شدی؟ گفت آره. گفت برو به امان خدا. رفت به امام صادق، من مرادم اینه. رفت به امام صادق گفت آقا اینجوری شد، اینجوری شد، اینجوری شد، خوشحال شد. دید، راوی میگه دیدم امام صادق بیشتر از من خوشحاله. الان مثلا به شما بگم آقا ویزات در اومده، مثلا یا آقا خدا بهت پسر خیلی سالم به داد، چقدر خوشحال میشی؟ اگه یه آدم بیاد از تو بیشتر خوشحال باشه تعجب نمیکنی؟ گفت ابن رسول الله تو از من بیشتر خوشحالی. گفت به خدا قسم اگه یکی از شما خوشنود بشه، اول در مقام اول خدا خوشنود میشه، بعد پیامبر، بعد ماها، در مقام چهارم، رتبه چهارم شما خوشحال میشید برای خودتون. و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. یعنی امام زمانت بیشتر برای دلش، برای یعنی اینقدر تو که دلت برای خودت نمیسوزه، اون بیشتر میسوزه، اون بیشتر خاطر خواهته، اون بیشتر تو رو میخواد. علی ابن مهزیار میگه 20 سال از اهواز میرفتم، 20 سال از اهواز میرفتم به مکه تا که آقامو ببینم، امام زمانمو ببینم. گفت بعد از 20 سال دیدم امام زمانو. امام زمان اینو گفت، گفت یا ابا حسن، یا ابا الحسن، یا ابا الحسن، كنا نتوقعك ليلا ونهارا. ما شب و روز امیدمون به این بوده که تو رو ببینیم. من الذي بطأ عنك. چرا اینقدر دیر اومدی؟ تو خودت درست کن، من بهت میدم، من رحمتمو نازل میکنم. به یکی گفتن آقا یه چیزی به ما بده، گفت تو که کریمی، چیزی بهت بدم؟ چی بدم؟ چقدر بهت بدم؟ گفت یعنی چقدر ظرف با خودت آوردی؟ یه لیوان آوردی بهت مثلا آب بدم، یه پارچ آوردی، خودت درست کن، همه رحمتو بهت میدن. یه خورده دل بشکنه بگه آقا میخوام یه خورده مثل حسین، یه رنگ حسینی بگیرم، کار ما درسته، کار ما درسته. علی ابن الحسین،
علی اکبر آب چی چیه؟ آب میخواست برای چی آب بخواد؟ بابا آب خواستن کار سختی نیست. یه عالم میگفت از کربلا تا نجف ما پیاده را میرفتیم، 20 سال من هر جمعه هر شب جمعه پیاده را میرم، یه آدم جلیل قدر با ما بود، ما از تشنگی داشتیم میمردیم. گفت اونجا یه چشمه هست. گفتم خدا چشمه ای نبوده، من 20 سال هر پنج شنبه دارم میرم را میرم. آقای نگاه کردن دیدن اه راست میگه این ولی اولیای خدا، یه چشمه اونجا بهشون نشون داد، آبو خوردیم. من رفتم توشک، خدا اینجا آب نبود که. برگشتم میگفت تمام صورتم خیس بود، نگاه کردم آبی نبود. بعضیا به یه درجه میرسن که آبو درست میکنن، ولایت خدا بهشون میده، یه کرامتی به اینا میده. علی اکبر نمیتونست آب برای خودش تهیه کنه؟ علی اکبر نمیتونست بگه خدا منو سیراب کن؟ آتش الهی داشت، عاشق خدا بود، میخواست زود بره. بله، ولی اینم که اینو باید به ماها بفهمونه، من تشنم. ممکن بود تشنگیشو نگه، تاریخ ضبط نکنه، مگه نه میتونست دیگه؟ تاریخ به ما نگه آقا علی اکبر از بابا آب خواست و بابا بهش آب نداد. چرا این کار کرد؟ چون میخواست بگه آقا جون من، پدرم ولایت تکوینیه داره، پدرم میتونه همه اینا رو از بین ببره، ولی اومده اینا رو بکشونه، اومده اینا رو آدم کنه. خود من میتونم این کارو بکنم، ولی باید مردم بفهمم بابام چقدر داره زجر میکشه. این قضیه عاشورا باید اینجوری بشه، بی نظیر بشه، بابام انقدر درد بکشه، درد بکشه، درد بکشه، تا به مقام سار اللهش هی اضافه بشه، اضافه بشه، اضافه بشه، به رحمتش اضافه بشه، اضافه بشه، اضافه بشه، تا روز قیامت یه عده مثل ماها بیان از این درد یه جور دیگه برگردن، رنگ حسینی بگیرن. خیلی حرفه، خیلی فلسفه داره، خیلی منطق داره. این فقط یه جاش. حسین همه رو میبینه، میبینه یه سگ درنده اومده، درسته با این قالب بشری اومده، ولی در حقیقتش چیزی جز سگ درنده نیست، پلنگه. بعضیا روباهن، بعضیا دیدی مثل زالوان، میخوان آدما رو بمکن. اینا تو روز قیامت مثل زالو حشر میشن. امام حسین چشم برزخی داره، میبینه این یارو چیه، قضیهش چیه. ولی با این وجود اومد نفس نفس میزد، گفت من تشنمه، گفت انی خیر راحله، انی خیر راویه. نفهمید کلام امام حسینو. خود امام حسین اون شطور رو خوابوند، آب ورداش با مشک با دست خودش آب میداد. این نامرد داشت به این انگشتر آقا نگاه میکرد، روز عاشورا هر چی خواست انگشتر رو بکشه، نتونست انگشت آقا رو قطع کرد. میدونست، به خدا میدونست. امام حسین به کسانی آب داد که میدونست اینا فردا بس فردا چیکار، چه بلاها به رقیهش میکن، چیکارا میکردن، چیکارا خواهند کرد، همه اینا رو میدونه. درد امام تو نمردنه، باید زج بکشه، باید من از بدرم بگم آب بده، بابا بگه من آب ندارم، باید اینجوری بشه، باید انقدر گریه کنه، باید تیکه پاره بشم تا حسین هی اذیت بشه. برای چی؟ برای اینکه دست ماها رو بگیره، برای اینکه ما استفاده ببریم، ما استفاده کنیم. دیدی همچین آدمی رو؟ خودش زجر بکشه تا نفعش به دیگری برسه. دیدی همچین آدمی رو؟ این آدمی نیست مگر اینکه خدایی باشه. خدا جون تو که از رحمتت کم نمیشه، به رحمتت هم اضافه نمیشه، چرا به ما میدی اینجوری؟ همینجوری میده، خب چرا به همه نمیدی؟ میگه تو باید لایق باشی، یه ظرفیتی داشته باشی تا این رحمت اهل بیت تو حساب حس کنی. باید در راه اهل بیت یه خورده زجر بکشی، خسته بشی، منو بشناسی، راه خوب بد داشته باشی، بدن رو نری خوبه رو بری تا بهت بیشتر آب بدم، قیافت بهتر بشه، حسینی تر بشه. همه اینا رو داره امام حسین میبینه، ولی تا من شما رو بکشه. خب عزیز زهرا، حسین جون تو تشنه بودی، به پسرت گفتی آقا برو من جدت بهت آب میده، خود تو چرا رفتی از اینا آب خواستی؟ خودش میگه، میگه گفت دیدم حسین داره یواش یواش حرف میزنه. گفت حسین جون چیه؟ گفت انا عطشان و حق جدی رسول الله. میدونی یعنی چی؟ یعنی من تشنمه، تو رو خدا آدم شو، من تشنمه، تو رو خدا توبه کن، تشنگی من زجر من برای توه، گرچه اونجایی بیا آدم شو. هر آدم شد، هر با اون قیافه اومده بود اهل بیت رو چیز کنه، میتونست لشکر رو به نفع امام حسین، چون رئیس لشکر بود. گفت حسین جون
توبه من قبول میکنی؟ گفت آره. این توبه تاب الله علیک. آره بیا، من اصلا اینجا آمدم زجر بکشم تا تو آدم بشی، این آدم بشه، تا روز قیامت 2013 ما اینجا باشیم یه نفر از ما آدم بشه تا روز قیامت. این رحمت امام حسینه، این رحمت امام حسینه. طرف میگفت با یه دختری جوون بود، لاابالی، لات. بعضی از لاابالی ها میگن روز و مکانم برامون مهم نیست، مثلا شب عاشورا باشه یا نباشه ما گناهمونو میکنیم، تو مسجد باشیم جای دیگه باشیم. آقا این حرفا چیه؟ گفت رفتیم و یه دختری با مثل همون حرفی که زدم خواست تجاوز کنه به زور. شب عاشورا بود، دختره گفت فلانی میدونی شب عاشوراست؟ اون لاته گفت یعنی چی؟ دو تا عرب با هم دعوا کردن، شب عاشورا چیه؟ عشق، لذت، شهوت. گفت دختره این جمله رو گفت، تو گفت مگه تو لاتی ور لات لات نیستی؟ شما یه چیزایی دارید، نمکدون نمیشکنم نمیشکنم و یه چیزای جوون مردی هم توتون هست، توی ذاتتون هست. گفت بیا امشب به خاطر امام حسین ما رو چیز کن، آبروی منو نریز، منو چیز نکن. گفت امام حسین کیه؟ گفت فلانی. من آخرین حرفم اینه، من ساداتم، من جدم فاطمه زهراست، به احترام مادرم این کارو نکن. گفت این حرفو که زد من یه خورده ترسیدم. عزیزان اینو بدونید، پدر همه ما امام حسینه، مادر همه ما حضرت زهراست. من روایات دارم ها، وقتی میگم حسین یعنی بابات، اینجوری باید حساب کنی. گفت ببین جوون، تو میتونی هر کاری بکنی، منم زور ندارم، کسی هم نیست، ولی همینو بهت میگم، بیا این دفعه به خاطر این شب عاشوراییه من میخواستم برم روزه امام حسین شرکت کنم، به خدا من این کاره نیستم، من اینجوری نیستم، من پاکم، ولی بیا به خاطر مادرمون حضرت زهرا تو این دفعه رو به خاطر حضرت زهرا یه کاری بکن، یه جمعون مردی بکن، ببین مادرم چجوری جواب تو میده. گفت اینو گفت من دلم لرزید. گفتم باشه ببینیم زهراتون چی کار میکنه. گفت خودشم رسون منو به حسینیه. من اومدم برم به حسینیه، نزدیک شدم به حسینیه، گفت گریه میکرد تو، گفت خدا ایشالله به خاطر این کاری که کردی مادرم حضرت زهرا جواب بده، کمکت کنه، هدایتت کنه. گفت منم ول کردم و رفتم خونه. آقا تلویزیون رو باز کردم، دیدم آنلاین داره کربلا رو بین الحرمین نشون میده و بعد اون بر شبیخانی بود و چند تا بچه رو دارن میزنن و به خاکا میکشونن. گفت منی که تو عمرم گریه نکردم، کسی هم تو خونه نبود، زجه زدم گریه کردم، سرمو به دیوار میزدم. حسین جون، حسین جون با دلا چی کار میکنی؟ زهیر ابن قین اومد حسین بیشش داشت قضا میخورد، گفت بگه به حسین بگید دارم قضا میخورم. زنش گفت چی میگی؟ پسر پیغمبر داره میاد. زنش مؤمنه بود. نمیدونم رفت تو خیمه به زهیر چی گفت، اینوریش کرد. بعضی موقع به کسی گیر بده خوب گیر میده. حسین جون بیا به امشب به ما گیر بده دیگه. جوونه گفت من منقلب شدم، بزن و اینقدر زدم خودم و گریه کردم چشام سرخ شد. بابا اومد، مادر اومد، مادرم منو دید گفت رضا جان بوی فاطمه میدی، بوی حسین میدی، چی شده؟ گفت افتادم به پای مادرم، گفتم مادر جون من یادت کتک زدم، بیا امشب ما رو حلال کن، من امشب میخوام، فردا میخوام چیزم باشه، روز اول ولادتم فردا باشه، من میگم آقا من رفیق حسین، من بوی حسین رو گرفتم، من توبه کردم. مادر خوشحال، پدر خوشحال، همه خوشحال. گفت فرداش رفتم هیئت، رفتم حسینیه ای، گفت همه خوشحال شدن، جوونا خوشحال شدن. جوونا هر کسی از سفره امام حسین باید استفاده کنه، نگو اون بده و این چیده و اینجوری با این ریخت نیا، به این قیافه نیا، خودتو چیز کن، ای خانم اینجوری کن. بابا سفره اهل بیته، مسیحی هم بیاد بهش راش میدن، به خدا راش میدن. مسیحیه اومده بود تو چیز امام حسین، گفتن تو مسیحی هستی نمیتونی بیای تو ذریح امام حسین، بیا کفشای ما رو محافظت کن ما بریم برگردیم. خوابش برد ابوالفضل رو دید با امام حسین، امام حسین گفت اسم اینم بنویسی تو ظاهر ما. گفت که این که مسیحیه. گفت چیکار داری؟ این در خونه ما اومده، مسیحی باشه.
بابا رحمت امام حسین بر همه است، رحمت للعالمینه، فقط بر من نیست که، بر مسلمان نیست که، بر همه. گاندی هم از حسین یه چیزایی گرفته و میگه. آقا میگه من رفتم هیئت همه تحویل گرفتن، گفتن دمت گرم بارک الله حسینی شدی. گفت منم گریه میکردم برای حسین، برای اعمال خودم گریه میکردم، شرمنده بودم. رئیس حسینی آدمی بود که کاروان داشت، کاروان برای حج و برای مکه و برای کربلا میبرد. یه روز منو دید بعد همون روز، گفت حسین جا، گفت رضا جان میای بریم کربلا؟ گفتم آقا من که پول ندارم. گفت من نوکرتم، من نوکرتم، من پولتو میدم. این حرفا چیه؟ بیا ما بریم کربلا. گفت به خدا هنوز به اربعین سفر تموم نشده، دیدم توی بین الحرمین دارم پیاده راه میرم. گفتم میای پیش آقا سلام کنی اونجا پیش حسین؟ گفت یه خود شما برید من کار دارم با حسین. نشستم انقدر گریه کردم، حسین جون چی کارم کردم؟ یه لحظه یه چیزی گفتم. تو اینجوری تحویل میگیری؟ گفت آقا رفتیم و برگشتیم کربلایی شدیم. یه روز دیگه گفت یک سال نگذشت، اومد همون صاحب کاروانه گفت رضا جان داریم میریم مدینه، مدینه میای؟ گفتم پول ندارم. گفت اتفاقا ما یکی از اونایی که کار میکرده مریض شده، بیا به عنوان چیز خدم بیا با ما بریم، پولش هم با من. گفت یک سال تموم نشده بود، من رفتم بین رفتم اونجا پیش قبرستون بریق با پای بقی با پای برهنه دنبال قبر گمشده زهرا میگشت. آقا گفت برگشتیم کربلایی شدیم، مکه و مدینه ای شدیم، بوی حسین رو گرفتیم. هی میگفتم حسین جون کمکم کن، از اینجا نرم بیرون، جای دیگه نرم، من رفیق تو شدم، امشب بگو من رفیق تو حسین، دست منو بگیر. جالب اینجاست، گفت خدا به من یه کاری داد و پولی و ثروتی و مادرم اومد گفت رضا جان حالا که پولی امورت داره میچرخه، زندگیت خوبه، حسینی شدی، کربلایی شدی، میخوام برم خواستگاری، میگن یه دختر خوبی هست، میخوای ازدواج کنی؟ گفت مادر چرا که نه، دینمو کامل میکنم. رفیقای بعدشو ول کرد، خونه مجردی رو ول کرد، همه چیز رو ول کرد، اصلا روحش پاکتر شد، قشنگتر شد، یه جور دیگه شد. گفت رفتیم خواستگاری، اینجا رو گوش کن، یادت نره به اون دختره ای که اونجا چی گفت. گفت ببینم زهراتون چیکار میکنه. گفت مادرم زهرا کمکت میکنه، دست تو رو میگیره، هدایتت میکنه. گفت رفتیم و خب عادت اینجوریه که دختر آب چیز میاره، چایی میاره توی سینی. عرض کنم خدمتون که گفت اومد دختر چای به ما بده، نگاش که به من افتاد، یه نگاه به من افتاد، به من کرد، گفت یا فاطمه زهرا. سینی از دستش افتاد پایین، گریه کنون رفت تو اتاق. گفت مادرم رفت، مادرش رفت، چی شده؟ اومدم گفتم مادر چی شده؟ مادر اومد بیرون گفت که رضا جان دختره میگه دیشب خواب حضرت زهرا رو دیدم، فاطمه زهرا عکس تو رو به من نشون داد، گفت این پسر منه و این با حسین من آشتی شده، تو رو خدا ردش نکن. بعد گفت زدم به گریه، ما این حرف رو زدیم، گفتیم زهراتون چی کار میکنه؟ چی کار کردی با من زهرا جون؟ آدمم کردی ها، حالا حسینه، حسین داره آب میخواه، آب برای چی میخوای عزیز زهرا؟ تو رو خدا به من آب بدید، چرا آب میخواد؟ تو رو خدا آدم بشید، به اونا میگفت. یکیشون گفت من دلم برای حسین شکست دیگه، اومدم خوب بشم، یاد بغض علی کردم، عوض این که آب به آقام بدم یه سنگ زدم پیشونی آقا، پیشونی آقا شکست، خون در اومد، افتاد پایین، افتاد پایین. گفت دیدم حسین داره حرف میزنه. گفتم به خدا داره نفرین میکنه. گفت دیدم ببینم چی میگه. گفت دیدم حسین میگه خدا 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 اوفی تو به عهدی،
ما همه چی دادم. اوفی بعهدك شیعة ابی نجهم من النار. برای شیعاش گریه کرد. دیگه حسین به هر در و دیوار خودشو زد که آدم کنه. تو رو خدا آدم بشید، آدم بشید. کسی آدم نمیشد تا علی اصغرشو نشون داد. علی اصغر ایش عجیبی آقا جون، خیلی عجیبه. آقا طفل 6 ماهه به خدا من یادمه به یکی از کاتولیک بود، گفتم ما امام حسین داشتیم یه پسر 6 ماهه، فکر کردم چی بگم دل اینو بشکنم، تا گفتم 6 ماهه اینجوریش کردن، اشک تو چشای اون کاتولیکی دیدم خدا وکیلی، خجالت کشیدم گفتم خداحافظ رفتم. حالا حسین این حرفو میزنه، با شطور رفت، بی زره رفت، عمامه جدش پیامبرم گذاشت سرش، نه که برای بچه آب بده، بچه میمرد، به خدا آبم میخورد میمرد، به خدا میمرد، آب کاری دوایی نبود برای این بچه، ولی میگفت تو رو خدا، تو رو خدا به خاطر این بچه‌م آدم شید. حالا میدونی چی میگه؟ رحم دهید آن را که پناه نداره. من دیگه پناه ندارم، ندارم. نگاه کردن از لسان از زبون امام حسین بگم تا بچه 6 ماه رو به اونا نشون داد، از زبون امام حسین بگم دیدن 6 ماهه که حوار نداره. آخه تا آورد جلو همه هو کردن، یعنی ببینید معلوم میشه دیگه یار نداره. دیدن 6 ماهه که حوار ندارد، طفلک من با شما که کار ندارد، نه شمشیر بسته نه رجز میخونه، با شما که کاری نداره. آه که طفلم به سینه آه ندارد، جز به سرای آتش راه ندارد، کودک بی شیر من گناه ندارد. رحم دهید آن را که پناه ندارد. حالا گوش کن، بی زره ها بردمش که آب دهید، بی زره ها بردمش که آب دهیدش. از غر من قصد کارزار ندارن، این که نمیتونه با شما به جنگه، گرچه امیر است بر تمام خلائق، جنگ نمیداند و سوار نداره. تو رو خدا این جمله رو گوش کن، گردن خود را نشد که سفت بگیرد. آخه هرچی گردن رو بالا می آورد می افتاد پایین. گردن خود را نشد که سفت بگیرد، گرچه سرش کوچک است و بار ندارد، همین که افتاد سفیدی معلوم شد. مشفرت از هر مله چه بود در این زمینه، کشتن یک شیر خار که جان ندارد. این به این میگفت بزن، اون به این میگفت بزن، هر مله گفت من خودم بلدم، خودم میزنم. فذبحه من الورید الى الورید. همه بگید یا حسین. ای گل تشنه کامم، ای پسرم لای لای،
اي قلت اشنا كامام اي بسرم لاي لاي داغتو در شراره بر جگرم لاي 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 علي لاي لاي اي طفل صغيرم ناخرد شیرم رفتی تو از دستم از داغت بمیرم لای لای علی لای 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 جاء الحسین تلقح سين دم الطفل بيده اش حاله اللي يجتلي بحضنه وليده جاء الحسين يودع يجب ان يودع العقيله زينب يا زينب يا زينب انت امي انت بويا انت جدي وعائلتي حلليني يا خريصت عمري وبري ذمتي زينب جن من هلالكن زينب قعدي اقبالي يا مهجد فاطمة وظنوة علي خلي عيوني يا زيانة من عيوني اشتمتلي يا دت وبدل بزرگ من بودیم با زهرا بودیم همه کوچیکی‌ها رو شروع کرد تعریف کردن زینب جان بذكر ايام الطفولة وياك يا باقي هلي وانت شفت السهم يخدي بكربلة ما عارد شبدتي يادت زهر ايام داشتيم زينب تذكرين من البتولة والاضلاع مكسرة وضربة المحراب يخدش سوت بهامة حيدرة وشبد اخونا الحسن يا اختي بالطشت متنثره وانت شفتي الشمر يا اختي بسيفه يقطع رقبتي انا مو خافي على صدري ذبحون الرضيع ولا خافي يا اخوتي تذبحوا جسمي صريع اني خافي على عمرك يا زينب بعد عمري يضيع من بلا قدم كينمي كنم بلا اصغرم كينمي كنم فقط بلا تو يا زينب قريمي كنم شروع کرد بچه ها رو صدا زدن رقیه تعالی اريد ان ودعك يا ابا سکینه تعالی سکینه بیا خداحافظی میخوام بکنم صاحب صوت للتوديع قوم ايان مثل سرب القطع من يحوم تطيح عليه وحده وتعذب امام حسين يا دخترنا يومات اي باي اي باي حالا بابایی میخواد بره میخواد بره چند بارم وداع کرده هر چی داد میزنه دخترم فاطمه کجایی فاطمه نمیاد نمیتونه سختش
أبي عبد الله تو دلش این میگذشت خدا دارم میرم ولی با فاطمه خداحافظی نکردم خدا چی کار کنم تو دلم فاطمه من ببینم ولی چی کار کنم که نمیخوام اذیتش کنم میدونم درد داره از این ور رقیه دست بابا رو میبوسه پای بابا رو میبوسه یکی میگه برمون گردون بابایی یکی میاد میگه بابا کجا میخوای بری ما رو تنها نذار داداش کجا میخوای بری چرا منو نمیبری حسین این دم آخری چقدر شبیه مادری و اذا بطفل واحده اراد ان يذهب الحسين للوداع واذا بصوت من خلفه ابا يا حسين تريد ان تذهب ولا تودعني يا حبيبي تيد آقا دید ذوالجناح دیگه نمیتونه حرکت کنه آخه چه مانعی داره اسب آقا حرکت نمی کنه نگاه کردید دختر شیرین زبانش وای ساده اسب حسینم میدونه ای وای ای وای سکینه گفت بابایی وصیتی چیزی نداری من یه تقاضا دارم میشه قبول کنی گفت عزیزم بگو چی میخوای بگی گفت بابایی از اسبت بیا پایین کارت دارم حسین اینجا بغض گلوشو گرفته نمیخواد چیزی بگه اگه یه چیز بگه گریه میکنه بابا جون حالا که داری میری میدون دیگه بر نمیگردی میشه ازت یه تقاضا بکنم گفت آره عزیزم میشه بگو گفت بابا جون میشه برگردیم مدینه حالا که همه را از دست دادیم تو را از دست ندیم حسین یه جمله گفت سکینه رو تا ابد میؤوس کرد بابا دیگه نمیشه او ترک رضا لغفا بلند شد بابا گفت الان میشه من ازت یه تقاضا بکنم یا ابا عبدالله کمکمون کن بابایی بلند شد سکینه دست انداخ گردن بابا صورت بابا رو بوسید گفت بگو بابا جون باش هرچی بگی قبولت دارم میکنم اون کارو گفت عزیزم یه خواهش ازت دارم اینقدر در مقابل چشم بابا عشق نریز دلم و داری آتیش میزنی لا تحرقی قلبی بدمعکی حسرتن ما دام من الروح فی جثمانی بابا یه چیز دیگه بهت بگم اگه دیدی سر بابا رو موریدن یه عده میان با سر بابا بازی میکنن یه عده میان با چوب خیزران به دندونای بابا میزنن بازی میکنن یه عده میان شراب میزنن بالای سر بابا اگه بهت گفتن خدا چرا اینجوری با شما میکنه بگو ما رأیت الله جمیلا من چیزی غیر عشق ندیدم تو کربلا همش عشق خدا
إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك بنتي يا سكنة بلغي واجب تحياتي بلغي سلام الشيعتي واشكي ظلاماتي مرمي ثلاثة أيام عاري ما شربت الماي وأطفال عندي مطرحة ومحتار في دنيا لا تخبريهم بالشمر يوم على صدري داس ابن عالة ومكن البتار من نحري ولا تخبريهم بالأعوجية شو سوت بحالي بنتي سكنة داست على صدري وشالت وصالي بسم الله الرحمن الرحيم ميخام يتوبه بكنيم حالا با این عشقی که برای حسین ریختی به آقات بگو آقا جون میخوام از اینجا با توبه برم بیرون یه آدم دیگه بشم من فردا روز اول زندگیمه هر چی کردم و خدا هر چی کردن به عشق امام حسین بیا همه رو بریز تبدیل به حسنات کن من از فردای زندگی جدید شروع کنم من توبه کنون اومدم از این در با توبه میخوام برم بیرون استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع بائس مسكين مستكين لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا إلهي بالحسين إلهي العاف إلهي العاف إلهي العاف إلهي العاف بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إخواني بكرة إحنا الساعة 11 إن شاء الله عندنا المقتل فردا مقتل إمام حسين الساعة 11 إن شاء الله خدا خاص مقتل سيد الشهداء رو همين جا ميخونيم إن شاء الله اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا وأنت راض عنا يا الله اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا وإمام زماننا راض عنا يا الله اللهم لا تخرجنا من هذا المجلس إلا وقد قضيت حوائجنا الدنيوية والأخروية وقبلت توبتنا يا الله إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من أهدى لهم ثواب المحترمة الفاتحة مع الصلوات.